تمتد علاقة الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا عبر مسيرة طويلة تصل لخمسة عقود متواصلة. وقد تم تتويج هذه المسيرة الحافلة من التعاون بمجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال العامين الأخيرين. وتشهد العلاقات الإماراتية التركية دفعة قوية نحو مسارات جديدة من النمو المستدام والازدهار الاقتصادي والتعاون في مجالات عدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 19 مليار دولار، كما تم خلال العام الجاري توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي ستحقق من حجم التجارة المستهدفة بين البلدين خلال خمس سنوات والتي ستصل إلى 40 مليار دولار، إذ تعد تركيا الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات. هذا وتحلق نحو 200 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين، إلى جانب نمو كبير في حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا وتواجد بارز للشركات التركية في دولة الإمارات.